إذا شعرت بتعصب للشيخ بعيني وخشيت أن كذب. إياك والتعصب الأعمى، إياك والتعصب الأعمى، ودائما سل الله تعالى أن يهديك. لا تتعصب حتى لأي إنسان، اجعل تعصبك للكتاب والسنة. ودائما القلوب الطيبة والفطر المستقيمة بتعرف الحق وتميزه. لما تقول كلام فيه تأويلات كتيرة، انت عارف اللي بيلضم اللي قاعد يخيط ده، مسألة بتبقى صعبة جدا. فالحق أبلج والباطل لجلج، الحق أبلج منير بتهتدي إليه القلوب الطيبة والفطر المستقيمة. إياك والرهبة، أن تقبل الحق ولو كان من طفل صغير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً.